مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي مجددا على خير وعلى محبة في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني المسابقاتي الميداني والاجتماعي، برنامج هل هلالك يا عدن. وفي هذا الشهر الكريم يهل علينا هلال رمضان في مدينتنا الحبيبة عدن، وتعم الفرحة والبهجة والسرور. ومع شركة الطريحي للصرافة، واللي هو الراعي الرسمي اللي بيكون جزء كبير من هذه البهجة والسعادة اللي بتنتشر في مدينتنا الغالية عدن. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في كل الحلقات السابقة إنه بنلف في أرجاء مدينتنا الغالية عدن، وبنتعرف على أهالي الغالية عدن وأهالينا وحبايبنا في كل أرجاء عدن. اليوم نحن هنا في منطقة عبد القوي، بنتجول على منطقة عبد القوي والمناطق المجاورة، ومن أمام الطريحي نبدأ مشوارنا. فهيا معنا، يلا ننشر سعادتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. تعرف على اسمك الكريم؟ أمير فيزان جعفر. أمير، يا هلا أستاذ وعمنا أمير. من أي منطقة؟ من منطقة المعلة. المعلة. طبعا مشاهدينا الكرام، احنا ماشيين نتجول في منطقة عبد القوي، لقيناه وقفناه نتعرف عليه وندردش معاه، بحكم انه معك باص وبتشقي على نفسك، ما شاء الله عندنا في عدن بكثرة موجودين أصحاب الباصات. كيف الحركة في رمضان والشغل بالباص خصوصا في رمضان؟ والله في هذا الأيام، يعني بداية رمضان الحركة ضعيفة جدا، ناس ما تخرجش، وناس ما أصلاً مش معاهم فلوس، الناس ضباحة. معقول في رمضان الناس ما تخرجش؟ ما هو رمضان أكبر موسم، يمكن الآن في الظهر في المساء في حركة، من الصباح يعني إلى غاية العصرية ما فيش أغلبيتهم، يعني الناس معاهم إلا شغلات في بعد الفطور ولا حتى قبل الفطور، هذول اللي يروحوا يعني داخلين. لكن كخارجي من عدن للمعلة، من المعلة لعدن قله، لكن بعد العشاء ان شاء الله صلاه التراويح كذا يعني قليل الرزق، يعني في حركه شويه. متى اكثر وقت ممكن تلاقي الحركه فيها موجوده؟ هل في وسط رمضان بدايته نهايته؟ نهايه رمضان ان شاء الله، نهايه من 10 الاواخر يبدا الحركه. ترجعوا تدلوا علينا بعدين تصحاب الباصات، والله يعني نكون نشتيكم نهايه رمضان، مع ان حصلت تلاقي ما شاء الله الزحمه في كل مكان. والله هذه الايام ما عاد فيش دلع، يعني الحاله يعني استغفر الله، يعني البترول قضى ب 22,000 غالي. يعني الله ان احنا نوفر، يعني وعاد المواطنين يعني ايش نصلح؟ الناس ضباحه كمان، واحنا ضباحه، واحسبوا ان احنا نلاقي ملايين، والناس كمان ضباحه. نصلح حتى الناس ما في احد مرتاح. نعم. ايش في هناك فوق؟ ايش معنا فوق؟ رب، نعم في رب. قول يا رب الصبر. نعم الحمد لله، ورمضان ايام خير ان شاء الله. كملنا دردشه، بندخل معك بالسؤال. واذا جاوبت على سؤالنا بتكسب معنا جائزه مقدمه من الطريحي للصرافه، جاهز؟ ان شاء الله. يمكن كده نعمل لك كده، يعني يكون حظك مليح وقاوت معانا وبنفس الوقت ساعدناك بجزء من السعاده. ان شاء الله. كده هنقول بسم الله. ان شاء الله رمضان الخير. ان شاء الله. ان شاء الله رمضان الخير، وهذا اللي نشتي فيه هل هلالك يا عدن. سؤالنا يقول: من هو الذي انذر قومه وليس من الجن ولا الانس؟ ممكن اعيد السؤال كده شويه يعني؟ من هو الذي انذر قومه وهو ليس من الإنس ولا الجن؟ ايش براسك؟ قول عادي، في النهاية يكفي ان احنا دردشنا معاك وكسبنا الدردشة معاك ولقائك. اغلب اللي انذر قومهم اغلبهم يعني انبياء، انذروا قومهم، هو قوم يعني قوم يعني انس، كيف لو يسمى من الانس ولا من الجن؟ هذا السؤال. هذا السؤال هنا الحبكه بقى. هنا ايش اجابتك؟ ايوه هو اللي انذر قومه هي دابة صالح. صح، دابة صالح. ايوه، نثبت الاجابه، اجابه نهائيه. في ليس من الانس اللي انذرت قومه، شيء معنا ثاني. يلا بسرعه، ما فيش وقت. أثبت لك على دابة صالح ولا معك إجابة؟ مصمم يعني عنده إيش؟ تمسك بالله. أيوه بالفوز. يا فوز يا مقفلة.
السؤال يعني سؤال يعني السؤال حبوب جدا، بس الشيء واحد كده. ها طيب أستاذ أمين، شكرا لك وكل عام وانت بخير إن شاء الله، وربي يفتح عليك رزقك يا رب ويبعدك من الناس الضباحة اللي يقصوا يتقارنوا على أصحاب الباصات. رفقا، ها أقول لهم رفقا بأصحاب الباصات، ما نحن إيش دخلنا إحنا بالمواصلات. إن شاء الله إن شاء الله. كيف تسوي؟ ما لناش علاقة، إحنا نفسنا شقاء ضباحة يعني نفسنا. تلاقيها ليش رفعت لنا مياه؟ ليش رفعت لنا ميتين؟ شعب عدن، شعب عدن، إحنا بالذات عيال عدن، عيال عدن يعني نقول لا حول ولا قوة. كل إذا بنقول إيش؟ رفقا بأصحاب الباصات، والله إنهم مساكين. العدانية رفقا بالعدانية كمان. رفقا بالعدانية. أصحاب عدن. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، في أثناء جولتنا شاهدنا إحدى المشاركين أو أحد المارة وحبينا إنه يشارك معنا. نتعرف على اسمك الكريم يا عم؟ سالم عيسى أحمد محمد. سالم. سالم عيسى أحمد محمد. يا هلا عم سالم، كيف حالك؟ الله يعافيك. من أي منطقة عم سالم؟ أنا من عبد الغوي ساكن. لا أنت من أبين؟ يا حي أصحاب أبين يا حي. كيف حالك؟ الحمد لله. بخير. النفسية تمام؟ الحمد لله. كيف رمضان معك يا عم سالم؟ ما شاء الله رمضان، الحمد لله، رمضان الخير والبركة. وانت بشوفتك اليوم احنا نحن اقل نحن الخير والبركه والله ان شاء الله. الله طيب يا عم سالم، بدردش معك بما انك انت من ابيان ومن الناس يعني اصحاب الزمن الجميل وزي ما يقولوا زمان الطيبين، ايش كده امثال شعبيه؟ ها امثال شعبيه، مثل شعبي. مثل شعبي؟ ايوه يعني اعطيني امثال شعبيه. امثال شعبيه؟ ايوه امثال شعبيه كثيره يعني. عندك امثال شعبيه؟ شفت في معنا دائما امثال شعبيه دائما نقولها بكل مناسبه. نقول مثال شعبية مثلا في معنا مثل يقول هو مش شعبي قوي، ولكن أقول لك إيش، إن جيت يا ورد سمرنا عليك وإن ما جيت لا بأس عليك، تقريبا زي دي الأمثال اللي دائما بنقولها في بعض المواقف. عندك فكرة أو أقلب هذه اللي نذاكر له؟ أو مثلا من عمله بيده ربنا يزيده، زي كذا. هذه الأمثال عندك ولا ما عندك؟ لا لا ما عندي يعني، عندنا كثير لكن نسيت انا ولا نسيت. نعم نسيت. كبر السن يا ابوي. على القلب الشباب بالقلب يا عم سالم. الحمد لله، الله يعافيك. لا صح، الله يحفظك. كم معك عيال يا عم سالم؟ معي ثلاثة أولاد مزوجين. ايوه. ومعي ثلاث بنات. ما شاء الله. ايوه نعم، وماتوا بقوا 4 عندي 5 على الله. ربي ان شاء الله يرحمهم يحفظ لك اللي موجودين. الحق اهلها؟ حق اهلها. ربي يعطيها الصحة والعافية. كم لكم مزوجين؟ ومن سنة 70. ما فكرت تتزوج حبة ثانية ولا ثالثة؟ لا نهائيا. ولما الموت؟ ولا ولما الموت. تحبه يا عم سالم؟ أنا نعم حبك. تحبه يا عم سالم؟ ها سنتي عشرة عمر يا بوش. أنا شوفوا ها شوفوا إنه يقول لك عشرة عمر، مش زي رجالنا اليوم تندي يا عم سالم أشكي لك وأبكي لك ولا إيه؟ يمكن فكها عشرة عمر ده بيننا والله يعني صدق عشرة العمر ثاني. طيب يا عم سالم بسألك سؤال وأني بساعدك بحق روحك الحلو بحق منك أنت يعني وفي لزوجتك. نعم. وتحية للحق ربي يحفظها. طيب سؤالنا يقول ما هو أو من الذي أنذر قومه وهو ليس من الإنس ولا الجن؟ ها بساعدك يلا. الوحيد اللي بساعدك البقيين بساعدهم. من هو الذي أنذر؟ الذي أنذر قومه وهو ليس من الإنس ولا الجن. الله ما حاول أجت بالقرآن. لقيت في القرآن. كيف القرآن؟ لقيت في القرآن. حاجة صغيرة. هي خافت من الإنس والجن. هي خافت من الإنس والجن فنبهت يعني على قومه. يلا سؤال عندك، أنا ما عاد بقولش لحد ثاني خلاص. الله يحفظك. سؤال عندك. الله رب. ها؟ ها. حذرت قومه لأنها خافت من الإنس والجن، كانوا جيش. نملة ولا اي؟ نملة. نملة من؟ نملة الرسول صلى الله عليه وسلم. نملة من النبي من؟ سليمان. ايوه نملة سليمان فعلا. سمعونا تحية لعم سالم. الله عليك عم سالم، الله عليك. وين الهدية والجائزة؟ هذه هدية مقدمة من شركة الطريحي للصرف. وسمعونا لشركة الطريحي احلى واقوى تحية. وين التحية؟ عم سالم بحكم انك تحب زوجتك وعشرة عمر والكلام الحلو اللي قلته، ايش بالجائزة دي ايش بتسوي للحقة؟ كل شيء حتى اللي اشتبهها كل شيء انا ماشي ايش بيتنا؟ ربي يحفظكم لبعض ويعطيكم الصحة والعافية ويدومكم لبعض طول العمر يا رب. الله يحفظك انت ويبلغ شبابك ان شاء الله. لك يا عم سالم.
مشاهدينا الكرام معنا احد المشاركين، نتعرف على اسمك الكريم. محمد المسبحي. محمد المسبحي، اهلا. من اي منطقه؟ فين ساكن؟ المداره. طيب كيف معك الصيام وكيف رمضان؟ الحمد لله تمام. مش من النوع اللي تعصب؟ لا الحمد لله تمام. نتعرف على اسمك؟ صالح المسبحي. صالح، اخوان ما شاء الله، عيال عم. يا هلا يا هلا، ربي يحفظكم لبعض ان شاء الله ويديم بينكم الموده والمعزه. طب اسالكم سؤال، اذا اجبتم على تكسبوا معنا جائزه مقدمه من شركه الطريح للصرافه، جاهز؟ نقول بسم الله. بسم الله. كيف معنوياتك؟ ان شاء الله مرتفعه ان شاء الله. ان شاء الله. سؤالنا يقول: بماذا لقب جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب؟ جد الرسول عليه الصلاه والسلام جد، هو سؤال شوية يعني مش متداول بشكل كبير وماش ناس كثير عندها خلفية. أيوة، في له لقب، لقب سمة، هي سمة أو صفة وصفوها أو وصفوه فيها لسمة فيها أو لطبع من أطباعه. عندك فكرة؟ ما في شغل. طيب شكرا لكم استاذ محمد واستاذ صالح، شرفتونا وانا سعيده جدا نتعرف او يشاركني ناس من جميع المناطق، واول مره صراحه يشاركونا ناس من المداره، ومني انا صراحه اصحاب المداره على راسي واحبهم جدا جدا، يعني لهم معزه غالب قلبي، عشان كده سمعونا تحيه لاصحاب المداره. شكرا لكم، احنا سعيدين ان احنا لقيناكم. شارك معنا، تعرف على اسمك. علي قايد خالد. علي قايد خالد، يا هلا. من اي منطقه؟ من عبد القوي. هنا بسالك السؤال، يقول لك سؤال: بماذا لقب جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب؟ ما فيش. مشاهدينا الكرام ونحن مارين في طريق عبد القوي استوقفنا احد الماره، طبعا احنا جالسين اليوم بعبد القوي نوقف الناس عادي، وهذا هو اساس برنامجنا احنا، ان احنا نفاجئ الناس او اهالي عدن للتعرف عليهم وايضا لمعرفه لحظاتهم الحلوه والعادات المختلفه، ايضا عشان ننشر البهجه والسعاده ونختبر معلوماتهم. كيف الحال؟ والله الحمد لله. نتعرف على اسمك الكريم. هاشم سعيد رضمان. هاشم، يا حي استاذ هاشم، كيف حالك؟ الحمد لله. ما شاء الله العيله الكريمه. ما شاء الله الحمد لله. كم معك اولاد؟ معي 2 عيال و3 بنات. لا ده بيطلع فنان ما شاء الله، هذا بيطلع فنان ان شاء الله. انا بدا، ايش اسمه؟ اسمه احمد. هاشم احمد، كيف حالك يا احمد؟ عجبك المايك؟ شيله لك وما شاء الله. هذه هاشم. طيب بسالكم سؤال، ان شاء الله اذا اجبتم عليه تكسبوا معنا جائزه مقدمه من الطريح للصرافه. سلام. جاهز؟ ان شاء الله. سؤالنا يقول: بماذا لقب جد الرسول عبد المطلب صلى الله عليه وسلم؟ بنته، يلا تحملي بداله، هو ياما تحمل عشاني. يعني بملقب؟ ايوه، في له لقب، ولقبوه هذا اللقب لانه يعني في به طبع معين او سمه معينه فيه فلقبوه. سمه حميده وكان فيها نوع من العطاء، العطاء الزايد. ايوه بس في كلمه معينه. هو تسمه كي بالكرم، ولكن في كلمة، في كلمة مراد فعله لما يكون الكرم زايد عن حده. يعني مرجفة؟ لا، بخيل يعني ولا كرم؟ لا لا لا، الكرم لما يكون زايد ففي سمة معينة أو صفة. كرامة. خلاص. طيب كلمة تقولها لكل أهالي عدن وأهالي الضالع. والله ان كلهم اهلا وسهلا برمضان، وكل عام وانتم بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. طب جو رمضان ولا الضالع جو رمضان عدن ولا الضالع احلى بحق الله؟ الجو كله تمام. هنا شمس. الضالع. شوفوا ها، لما قلت لي هنا شمس صح، الضالع برود. ايوه. ربي يعطيكم الصحه والعافيه، كل عام وانتم بخير، وربي يحفظ لك اولادك يا رب، وفرصه سعيده ان احنا تعرفنا عليكم، وحظ اوفر ان شاء الله.
معنا احد المرأة وقال انه متابع لنا احنا يعني بشكل كبير، وده اللي خلاني اتقشقش كده وارتشع عشان اوقفه واساله. احنا متابعين لكم والله. ذلك يا حيا، انت عارف الاسم الكريم؟ محمد حسين دهول. محمد حسين يا حيا، اسمك يا حلوه؟ خلود. مالك يا خلود زعلانه من اول وانت مبرطمه؟ صايمه. صايمه؟ ابغى اساله صايمه ولا لا؟ انت لما تصومي كده تعركنني؟ تكوني معاك نانا ضبحانه؟ من صايح تصايح البيت؟ لا ما عجبنيش البدله. ما عجبنيش البدله؟ تشتري لي بدله؟ ايوه. ليش ما عجبنيكش البدله يا خلود؟ ما عجبنيش. ليش؟ شي زي خواتي. شي زي انت، ليش فرق بيني وبين خواتي؟ كم معك خواتي يا خلود؟ اثنتين. اكبر ولا اصغر منك؟ اصغر مني. انت ست البيت، تساعدي ماما يا خلود ولا لا؟ ايش تساعدي؟ ايش تسوي معي بالبيت بالمطبخ؟ اصفي مع السامان. ايش كمان بس؟ والغرفة النوم ارفع. ما شاء الله شاطرة. تعمل لك حاجة كده، تجيب لك شاهي، تسوي لك حاجة زي كده. خدومة ما شاء الله عليها، خدومة. يعطيها الصحة والعافية ويخليهم لك يا رب. طيب بسألك سؤال وإن شاء الله إذا أجبت عليه يا رب، شوف بإذن الله دايما داخل قلبك تجاوب عليه تكسب معانا الجائزة وتغلق كيسها هي وخواتها إن شاء الله. سؤالنا يقول: بماذا لقب جد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جده عبد المطلب. جده عبد المطلب. شوف زي ما قلنا للي سبق هي سمة. فياض. سمة. فياض. حياك أحلى تحية، سمعونا تحية والله. فعلا الفياض، وذلك بسبب كرمه وجوده اللامتناهي. مبروك يا خلود. أيوه لا 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 لخلود يعني ما فيش، أعطيني الجائزة. واحلى جائزه الخلود، وسمعونا تحيه الخلود لطريحه. ايوه. ايش تقولي لكل الناس بمناسبه رمضان لماما؟ رمضان مبارك. طب دحين شوفي انت بتفرجي الان لنفسك، بتشوفي نفسك، ايش تقولي لنفسك عشان لما تيجي تشوفيها بعد كم سنه تشوفي نفسك، ايش تقولي لنفسك؟ لا لنفسك. يعني الناس تشهر رمضان. لنفسك. لك انت ايش تقولي لك؟ رمضان كريم. تقولي لنفسك رمضان كريم؟ قولي أشي أشوف نفسي دائما مع ماما وبابا. أشي أشوف نفسي دائما مع ماما وبابا. أنا فداء. هذه رسالة عشان تذكرين إحنا بعد كم سنة لو شفتي هذه اللقطة، تمام؟ ونقول لكل المشاهدين الفرحة ما زالت مستمرة معنا في هل هلالك يا عدن. خلونا نتجول أكثر وأكثر في منطقة عبد القوي والمناطق المجاورة وننشر السعادة. ومن عين خلود لفين بنتقل؟ يلا معنا في أمان الله. مشاهدينا الكرام، معنا احد الزوار لهذا المتجر، وقفنا عشان نساله ونتعرف عليه. نتعرف على اسمك الكريم. مجاهد الشميري. مجاهد الشميري. يا هلا استاذ مجاهد. وهذه المدام، تعالي هنا، تعالي تعرف على اسمك. ايش اسمك؟ بلقيس سعيد غالب. حيه وسهلا ومرحبا. معكم اولاد؟ 5 بنات. ما شاء الله، ربي يعطيهم الصحه والعافيه. اكبر واحده كم منها؟ عمري 10. سنه ونص. ربي يعطيهم الصحه والعافيه. طب بسالكم سؤال، وإذا جبتوا معانا تكسبوا معانا جائزة مقدمة من شركة الطريحة للصرافة. جاهزين؟ إن شاء الله. من فين أنتوا؟ فين ساكنين أولاً؟ من دارة. من دارة هنا؟ قريب. طب عندكم فكرة عن 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 تاريخ عدن والمعالم في عدن وكذا ولا لا؟ إي معالم أيوه. طيب يلا بنسألكم سؤال إن شاء الله تجاوبوا معانا. سؤالنا يقول: منارة عدن اللي متواجدة في كريتر يقال أنها تعود إلى 1200 عام. حلو؟ ويقال أنها مأذنة أو مأذنة بقايا لمسجد قديم كان في كريتر وتهدم، إيش اسم المسجد؟ إيش كان اسمه؟ اختيارات. إيش خيارات؟ حاولي. في ناس كانت تقول إنه منارة حق يعني حق المراقبة، وفي ناس يقولوا لا مأذنة المسجد، أنت إيش تقول؟ منارة. تقول منارة مراقبة، ما تقولش إنه مسجد. ولكن بعض الدراسات اثبتت انها مأذنه وبقايا لمسجد تهدم قديما كان له اسم. ما عندكش فكره. شكرا لكم ورمضان مبارك عليكم، وان شاء الله تكون الاسعار حبوه معاكم ورمضان يجي لكم على خير وعافيه. يلا ربي معاكم. اذا خلونا نستكمل بقيه فقرتنا. تعرف على اسمي؟ اسمي ام محمد فضل. ام محمد فضل، من اي منطقه؟ خرمكسر. من خرمكسر، يا اهلا وسهلا. قد بتضيعي؟ ايوه. جاهزه للعيد ولا عادي؟ لا عادي. معك اولاد؟ ايوه. ما شاء الله، هذه بنتك؟ ايوه. اسمها؟ اسمها جود. ايوه. يا هلا، كم عمرك؟
3 سنين. ربي يحفظها لك. مالك شفتك ماشيه وانت تفسري وضبحانه وتعبانه، باقي قليل بتمشي يديك على خدك. الحمد لله الحمد لله، اكيد كلنا نقول الحمد لله. فضفضي فضفضي لو في حاجه عادي فضفضي. لا ماشي حاجه، اللهم لها الحمد. الحمد لله الحمد. امورك تمام؟ الحمد لله اللهم لها. الله يعافيك. طب بسالك سؤال، انت قلتي لي ما اعرفش، اني ما اعرفش بس بحاول اساعدك. انت ركزي معي عشان تفوزي معي. جاهزه؟ يلا. شفتي المناره عدن اللي في كريتر؟ ايوه. اللي جنب البريد؟ لا ما تعرفي. ايش كريتر عدن؟ اعرف اعرف عدن، اعرف كريتر البريد. جنبه ذيك المنارة البيضاء. ايوه ماله. عرفتيه ولا لا؟ ان شاء الله. ما عرفتيهاش؟ من بدايتها كده؟ طيب المنارة يقولوا انه زمان كان مسجد وتهدم وبقت هذه المأذنة او المنارة. حلو؟ ايش كان يسمى هذا المسجد؟ مسجد كريتر. قلب كريتر، قلب كريتر. كريتر احنا ايش نقول له؟ ها؟ عدن. عدن. ها عدن عدن. مسجد عدن. مسجد عدن كده ان شاء الله. مسجد كريتر ولا عدن؟ مسجد عدن. نلعب عليه قليل. مسجد عدن كده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اجابه صحيحه. اعطوني تحيه. تحيه بالله عليكم يا ام محمد، تحيه لك. فعلا كان يسمى جامع عدن، وهذه المناره او المأذنه المتبقيه هي بقيه هذا المسجد الذي تهدم والذي يعود عمره لاكثر من 1200 عام. اذا الف الف مبروك عليك جائزه من تروحي للصرافه، وفرحي قليل. ضحكي يا شيخه، كل شيء عند الله. على الله. الدنيا مستاهله. الحمد لله. تحيه لك واحلى قور، ربي يحفظها لك ان شاء الله. تحياتي. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اسمك الكريم؟ اسمي ام هاني. ام هاني. يا هلا. من اي منطقه يا ام هاني؟ منصوره. هنا منصوره. اهلا وسهلا فيك. كيف اجواء رمضان معك؟ الحمد لله تمام ماشيين. ايوه الحمد لله. يعينك ان شاء الله يا ام هاني. معك اولاد ما شاء الله؟ 4. كم معك؟ 4. شباب قدهم؟ الحمد لله. هذه قده ولا عادي؟ الحمد لله الحمد لله. ربي يعطيهم الصحه والعافيه. طيب يا ام هاني، معنا سؤال. السؤال يقول: هو شيء في الجسم من 3 حروف. تمام، ركزي. شيء في الجسم من 3 حروف، اول وثاني حرف يصير اسم طائر، واول واخر حرف يصير مشروب دافئ، وثاني وثالث حرف يصير وحدة قياس. ايش هو؟ 3. هو من 3 حروف. الاول والثاني ايش؟ اول وثاني حرف يصير طائر، ثاني وثالث حرف يصير وحدة قياس، أول وثالث حرف يصير مشروب دافئ. بطن. كده إن شاء الله. والله حيابة عرفت. تحية لأم هاني يا جماعة، حيابك. صح بطن. خلي. من أي منطقة في المنصورة؟ محاشد. محاشد، يا أهلا وسهلا. طيب كيف الزحمة معي؟ كيف رمضان والسامان ولمة العيلة؟ ما السامان برمضان ما خرجش يعني، أصدرني خرجت بدري عشان أشتري حاجات لأختي وبروح. ربي يعينك إن شاء الله. لمة العيلة كيف معك؟ هو دحين رايحين نحن العائلة اليوم جمعة. اها، ايش مسويين نحن؟ تفضلوا معنا. على المقصود. الله يحفظك، تسلمي ما قصرتي، وربي معك ان شاء الله، وكل عام وانت بخير. طيبين ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في برنامجنا، برنامج هل هلالك يا عدن، ومع شركة طريحي للصرافة اللي كان الراعي الرسمي لهذه الحلقة، وأيضا لنشر السعادة والفرحة لبعض الأهالي معنا اللي فازوا معنا. نقول لكم ألف مبروك، والناس اللي ما فازت إحنا فزنا بشوفتكم ومعرفتكم، لذلك خليكم معنا، ما زالت لحظاتنا وأفراحنا ونشر السعادة متواجدة وبكثرة مع هل هلالك يا عدن، ومعنا أكيد إحنا ناشرين وسفراء السعادة، لذلك خليكم معنا بالحلقة الجاية، وانتظروني وأنا أيضا مراعيالكم.